إلى ذلك تعمل الأجهزة المعنية كافة بكل كفاءة واقتدار على مواجهة حالة عدم الاستقرار المناخي السائدة في مملكة البحرين خلال هذه الأيام، حيث تنعقد اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بشكل دائم طوال هذه الفترة تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وبرئاسة سعادة رئيس الأمن العام وحضور ممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية كافة بهدف تحقيق التعامل الفاعل مع تداعيات الأمطار وتوفير الخدمات المطلوبة في مختلف محافظات المملكة. كما وساهم تنسيق الجهود والتكامل في الأداء بين مختلف الأجهزة المعنية على رأسها وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في عدد من شوارع المملكة الرئيسة في وقت قياسي.